عام 2017 بدأت مجموعة متخصصين بتصميم كانوب، وهي سيارة لن تتوفر قبل العام 2021. تعتمد كانوب الكامل على الطاقة الكهربائية، وقد اعتبرت واحدة من أفضل السيارات التي كشف عنها معرض لوس أنجلوس، رغم عدم التمكن من تملكها أو حتى قيادتها إلا من خلال اشتراك شهري. الخطة كانت أن نبتكر سيارة كهربائية تكون مصنوعة بطريقة مخصصة للمدن، وبالتالي يمكنك أن ترى من التصميم الجريء للعربة بأنها مستوحاة من شرفة على عجلات وأنها مختلفة جدا. بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج العمل الذي لدينا مختلف جدا أيضا، فهو نموذج يصل مباشرة إلى المستهلك، ونقدم اشتراكا شهريا للزبائن بحيث تصبح السيارة متاحة للناس دون أي جلبة، لذا ليس هناك أي التزامات أيضا. سبع كاميرات، خمس رادارات، واثني عشر مجسا بالموجات فوق الصوتية، فضلا عن سرعة تصل إلى 250 ميلا. هذه بعض من وصفات سيارة كانو التي يكشف عنها للمرة الأولى في معرض لوس أنجلوس العالمي للسيارات، والأهم أنها تحاكي مستقبل السيارات، فهي تسير على الطاقة الكهربائية. رافي بوسيان، العربية، لوس أنجلوس، كاليفورنيا.